اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية استونيا النائب إين أسما والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وأجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل النهوض بها إلى آفاق أرحب وأوسع، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.